السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على النانو تكنولوجي، ودي مقالة كتبتها واتنشرت في بيم أريبيا. النانو تكنولوجي مواد صغيرة لبناء كبير. لما نتكلم على تقنية النانو، الناس بتبدأ تفكر في الروبوتات النانوية الموجودة في أفلام هوليود، روبوتات مجهرية بتتحرك عشان تعمل حاجة معينة بتتبرمج عليها. واول ما تتكلم انها ممكن تستخدم في البناء، الناس يعني تستغرب ايه ازاي النانو تكنولوجي دي هتستخدم في البناء. فهو لا، في ناس كتير بتستخدم في موضوع المواد المستخدمه في البناء النانو تكنولوجي ديت. احنا ممكن نغير خواص المواد تماما، يعني ممكن نخلي مثلا، وده موجوده، حوايط من الصلب او من الاسمنت شفافه، فحققت ان انت موضوع الزجاج وفي نفس الوقت في قوة وهكذا. وممكن تغير خصائص العناصر وتغير لونها وتغير حاجات كتير جدا، زي موضوع الأسمنت الأخضر اللي هو صديق للبيئة. طيب، مفهوم النانو ساينس أو علم النانو، علم بيهتم بالتعامل مع المواد في مستوى الذري والجزيئي بمقياس لا يتعدى 100 نانو متر، ويهتم أيضا باكتشاف ودراسة الخصائص المميزة لمواد النانو. فكرة استخدام تقنيات النانو في إعادة ترتيب ذرات المواد، وطبعا كلما تغير ترتيب الذر المادة كلما تغيرت خصائصها الناتجة إلى حد كبير. يعني هغير حاجة معينة في ترتيب الذرات، فالخصائص واللون والحاجات دي هتتغير، الحاجة اللي احنا عايزينها. ومن مزايا النانو تكنولوجي انها ذات تكلفة مخفضة، لان انت ممكن تصنع نسخ مطابقة ذاتيا، وده عن طريق ان انت بتعمل انظمة بتعمل نسخ من نفسها وبتعمل منتج مفيد. امتى تبقى غالية؟ لو انت عايز حاجة سبيشال، حاجة خاصة ليك انت تعمل لك مخصوص، وهي موجودة في الطبيعة، يعني الطبيعة نفسها موجود فيها زي ساحلية الجيكو ديت. تمام، لو العلماء ليه تتسلق الجدران وبتمشي على السقف بالمقلوب من غير ما تقع، فلو انها الساحلية دي بتمتلك 2 مليون شعيرة مايكرومترية الحجم في كل اصبع من اصابعها. تمام، وكل شعرة من دول بتتفرع لألف شعيرة نانوية دقيقة جدا. فسبحان الله، يعني العلم ما يقدرش يوصل لحاجه بالشكل ده في الفتره الحاليه. طيب، وقعدوا يحسبوا موضوع الشعيرات ولقوا مليار شعيره لا تزيد ولا تنقص. ايه ده، في حاجه غريبه، في حاجه. فمدي السحليه قدره كبيره على الاتساق، ويعني سبحان الله. فتقنيه النانو بتعتمد في عملها على اعاده ترتيب الذرات، واحد الاشياء اللي بتخلي المواد المتناهيه الصغر فعال لغايه، ان لديها نسبه سطح اعلى لنسبه الوزن من المواد الاخرى، لانها بتبقى حاجه صغيره، فمن السطح بتاعها بيبقى كبير نسبيا، لانها بيبقى حاجات، يعني لما انت تبقى جايب قبضه كده صغيره السطح بتاعها بيبقى هي دي، انما لما تبقى حاجات صغيره خالص فالمساحه بتاعت السطح بتاعتها بتبقى اكبر. فده يخلينا نعمل حاجه اقوى واخف وزن وفيها خصائص كتيره حسب ما احنا عايزين. واحدة من المواد النانوية الواعدة هي أنابيب الكربون النانوية، ممكن ننتج بنسبة 1 مليون لـ1 بخلق مادة. فاحنا ممكن نعمل مواد متنوعة مثل إطار السيارات والخرسانة وزيادة قوة الضغط والإحناء. إمتى بدأوا يكتشفوا موضوع النانو تكنولوجي ديت؟ مفيش تاريخ محدد، بس قديم جدا، يعني في القرن الرابع الميلادي كان في كأس الملك الروماني لكاربروس موجود في المتحف البريطاني، بيحتوي على جسيمات ذهب وفضة نانوية، حيث يتغير لون الكاس من الأخضر للأحمر الغامق لما تحط في مصدر ضوء. وفي الحضارة المسيحية بنلاقي نوافذ الكنائس هي مثال كلاسيكي لاستخدام مبكر لتقنية النانو. تمام، يعني الحاجة دي مش لسه مخترعينها من 10 سنين أو 15 سنة زي ما احنا مصورين، لا، هي حاجات قديمة جدا. ده كاس الملك الروماني ليكاجروس، ودي النوافذ بتاعة الكنائس والكاتدرائيات. فبنلاقي ان جزيئات الذهب النانوية مسؤولة عن انتاج اللون الاحمر القاني للزجاج، كالزجاج المستخدم في كاتدرائية كولونيا اللي يعود تاريخها الى 8012 ميلادية. وكذلك تعتمد تقنية التصوير الفوتوغرافي منذ القرنين 18 و19 ميلاديين على انتاج فيلم او غشاء مصنوع من جسيمات فضية نانوية حساسة للضوء. ولكن من الواضح ان من اول الناس اللي استخدموا هذه التقنية هي العرب المسلمين، لأن السيوف الدمشقية زي سيف صلاح الدين المعروف بالمتانة بيدخل في تركيبها مواد نانوية تعطيها صلابة ميكانيكية. وأول حد يعني اتكلم في الموضوع ده كان ناس ألمان قعدوا يدرسوا السيف ده، ليه معروف إن هو سيف الدمشقي قوي وكده، فاكتشفوا موضوع إن هو معمول بشكل عجيب
يعني تقعد تجيب مجهر كده عشان تبدأ تشوف التفاصيل اللي فيها. كما كان صنايع الزجاج في العصور الوسطى يستخدمون حبيبات الذهب النانوية الغرية للتلوين. كما يمكن شراء أن كلمة نانو مشتقة من الكلمة الإغريقية دوارف، ولا تعني جزء من البليون من الكل. ويعرف النانو متر بأنه جزء من البليون من المتر وجزء من الألف من الميكرومتر. ولتقريب هذا التعريف، فإن قطر شعرة الرأس يساوي تقريبا 75,000 نانومتر. وكذلك فإن النانومتر واحد يساوي 10 ذرات هيدروجين مرصوفة بجانب بعضها البعض طوليا. فيعني سبحان الله، قذار مصطلح تقنية النانو عام 1974. هنتكلم على التسمية، إنما التقنية موجودة من قبل كده بكتير. كان بروفيسور اسمه ناريو تانيكوشي في ورقته العلمية المنشورة في مؤتمر الجمعية اليابانية للهندسة الدقيقة، حيث قال إن تقنية النانو ترتكز على عملية فصل واندماج وإعادة تشكيل المواد بواسطة ذرة واحدة أو جزيء. ده شباك الكاتدرائية اللي اتكلمنا عنها، معمول سنة 1280، كمثال قديم لاستخدام تكنولوجيا النانو في التجميل المعماري. تمام، أنا برضه شكيت في الرقم دوت. ده سيف الدمشقي، ده شاف التفاصيل اللي موجودة. طيب، عمارة النانو، نبدأ نطبق موضوع النانو ده في مجال العمارة. فتقنية النانو بتأثر بشكل كبير جدا في الإنتاج المعماري، بيمثل في تغيير الفكر المعماري وظهور أشكال معمارية جديدة، زي ما نشوف مثلا بناء المنازل. بتتضمن تكنولوجيا النانو وجود مواد للبناء، بناء المنازل تضمن تكنولوجيا النانو وجود مواد للبناء أقل كلفة وأقصى صلابة وكفاءة. فالأسمنت المعالج بالنانو تكنولوجي قوته ضعف قوة الأسمنت العادي، كما أن الحديد المعالج بالنانو تصل قوته إلى 60 ضعف قوة الحديد الصلب. علاوة على تكلفة المنزل الواحد 8000 دولار، واستطاعت الهند من خلالها حل أزمة السكن لمحدود الدخل. المواد الإنشائية ستراكشر ماتيريال، بتعمل المواد النانوية مثل الأنابيب النانوية الكربونية على جعل المواد أقوى، مما يقلل من العمالة المطلوبة في البناء ويحد من التآكل في المواد. السطوح والطلاء السطحي اللي هو السيرفيس أند سيرفيس كوتينج، المواد النانوية المستخدمة كطلاءات سطحية يمكن أن تجعل المباني ذاتية التنظيف، يعني مش محتاجة إنها تنضف، هي أوتوماتيك ما بتخليش التراب يقف عليها. كما أن يشمل ذلك زجاج ذاتي تنظيف وطلاءات للهياكل الخرسانية التي تتحلل وتتحلل المواد العضوية بحيث تغسلها مئات الأمتار. ممكن نعمل مواد برضو بالنانو تكنولوجي، وناس عملتها لما تقع عليها أي قهوة أو شاي أو كده بتنزل من غير ما تلوث الهدوء. الأداء الحراري ثيرمال بيرفورمانس، بنعمل تحسين لقيم عزل المواد لتقليل تكاليف الطاقة اللازمة لهياكل التدفئة والتبريد. كفاءة الطاقة energy efficiency، يتم إنشاء طبقات زجاجية لزيادة قيمة الآر من النوافذ وتقليل انتقال الضوء فوق البنفسجي والوضوح تلقائيا لمطابقة مستويات الإضاءة المحيطة. تحسين كفاءة أداء المباني القائمة بالفعل، مقاومة الحرائق في هياكل الصلب، غالبا ما تعتمد على طلاء يتم رشه على الهيكل. هذا الطلاء يتم إنتاجه من عملية حرق سابقة للأسمنت، ولكن الأطلية الحالية القائمة على الأسمنت البورتلاندي لم تعد شائعة، لأن الرش يحتاج إلى أن يكون طبقة سميكة لكي يقوم بوظيفته، كما أنها تميل إلى الهشاشة وتحتاج إلى إضافة بوليمرات من أجل تحسين قوة الصب. ومع ذلك، فإن البحث القائم على جزيئات الأسمنت النانوية لديه قدرة على إنتاج نموذج جديد في هذا المجال من التطبيقات، لأن المادة الناتجة يمكن استخدامها كطلاء قوي متين ويتحمل درجات الحرارة عالية. ويتم تحقيق هذا عن طريق أنابيب الكربون النانوية الـ CNTS مع المادة الأسمنتية من أجل صناعة مركبات من الألياف. يمكن أن ترز بعض من الخصائص المميزة لأنابيب الكربون النانوية مثل المقاومة. وتعتبر ألياف البولي بروبلين من أحد الوسائل المتاحة لزيادة مقاومة الحرائق، وهو خيار أرخص من العزل التقليدي للحرائق، ويمكن استخدام المعالجات في أنظمة كشف الحرائق والمعالجات التي يتم بنائها في رأس كل كاشف أو سنسور. استخداما جيدا تماما في الوقت الحالي، فهو يعطي مصداقية أكبر لأنه يحدد الحريق الحقيقي ولديه القدرة على التمييز بينه وبين الإنذارات الكاذبة، كما أنه يتيح عنوانة أفضل من أجل معرفة مكان الحريق بالظبط. كمان يمكن تطوير خواص الخامات التي تستخدم في تنفيذ العمارة وتصميم الداخلي المستدام، مثل تغيير خواص الخشب أو إضافة دهان إليه، والتي تقوم بالتنظيف الذاتي أو إضافة القدرة على مقاومة الحريق أو إضافة خاصية ضد الكسر إلى الزجاج، وأيضا عاكس لأشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية.
وسهام التكنولوجيا النانو في إيجاد نوع جديد من الزجاج قوي وغير قابل للكسر. فصيلة الهشاشة تحدث نتيجة وجود فراغات بين الذرات، وهو تم علاجه بتقليل فراغات بين الذرات تصل للحد الأدنى، وهذا بالإضافة للعديد من الخصائص مثل منع التسرب الحراري لأشعة الشمس عبر النوافذ، مما يترتب على ذلك في توفير في استهلاك الطاقة، وذلك باستخدام تكنولوجيا السيرمو كروماتيك، وهي عبارة عن طلاء طبقة رفيعة جدا تعمل على العزل الحراري مع توفير الإضاءة المناسبة، اختزان قدر من الحرارة، ثم بثها مرة أخرى داخل الفراغ الداخلي في حالة انخفاض درجة الحرارة، فيعمل كجهاز تدفئة. عاكس لأشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية، خاصية التنظيف الذاتي بتحليل السخات العضوية ومقاومة الضباب، تقنية التحكم في تغيرات شدة الإضاءة. ويعد الزجاج المضاد للحرارة أحد التطبيقات النانو تكنولوجي، وهو عبارة عن طبقة شفافة منتفخة وقع بين ألواح زجاجية كطبقة بينية. هذه الطبقة مكونة من الجزيئات النانوية لغبار السيليكا، والتي تتحول بدورها إلى درع ناري شفاف عند تردد الحرارة. يمكن وضع ملصق يقوم بتنظيف الهواء، ودي أعتقد في صورة هنا أهوت ملصق عملاق محطوط على أحد المباني في جامعة شيفيلد الإنجليزية، بيستخدم تقنية النانو تكنولوجي لامتصاص التلوث. ممكن يمتص المركبات السامة من نحو 20 سيارة يوميا في حال وضعه في طريق مكتظ بالسيارات. وتوصل توني ريان الخبير العلمي وسيمون إرميتاج الخبير اللغوي لتلك الفكرة، لتسلط الضوء على أحد الطرق الممكنة للحد من الأمراض وإنقاذ الأرواح عن طريق امتصاص المركبات السامة من الجو في البلدات والمدن. ومن الناحية العلمية، يغلف الملصق الذي يصل طوله إلى 20 متر وعرضه ل10 أمتار بثاني أكسيد التيتانيوم القادر على امتصاص التلوث، هو نفس المادة المستخدمة على ما يبدو في النوافذ ذاتية التنظيف. وقال ريان إن الملصق يتأثر بالضوء ويتفاعل مع الأكسجين ويمتص التلوث من الهواء. طيب، مواد البناء المصنعة. هناك العديد من المواد المصنعة الجديدة التي ساهم العلم والتكنولوجيا بشكل كبير في تطويرها وتطويعها في المباني، مثل التي تستخدم حاليا في المباني سواء كمواد إنشائية أو مواد التكسيات داخلية وخارجية. ويعتبر التطور العلمي كبير خاصة من بداية القرن 21 هو العامل الأساسي في ظهور اكتشافات تلك المواد. ومن أهم تلك المواد مواد النانو، تستخدم تلك التكنولوجيا في إنتاج مواد ذات ميزات وخصائص حرارية وكهربائية وفيزيائية وكيميائية وميكانيكية فريدة. فسوف تتعامل مساكن النانو من مقاومة درجات الحرارة العالية والإشعاعات الضارة والحماية من الحريق والقدرة على التنظيف الذاتي. وتدخل تقنيات النانو من إنتاج مواد البناء لتحسين خصائصها ووظائفها، مثل المواد المستخدمة في الدهانات الطلاءات والمواد المضافة للخلاصات الخرسانية الكونكريت مثل السيليكا، رمال السيليكا أو ثاني أكسيد السيليكون، والمواد الأسمنتية والجبسية والبلاط والسيراميك، وتحسين صناعة الزجاج وصناعة الأخشاب وصناعة الحديد والصلب، ورفع كفاءة الطاقة في المباني وغيرها لتجعلها خفيفة الوزن وأكثر قوة ومتانة ومقاومة للصدعات والتشققات والتآكل، وتفيد في حماية الأسطح والجدران من التصاق الغبار والملوثات، والمحافظة على ثبات درجات الحرارة والعزل الحراري ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية ومقاومة الرطوبة وتكوين الضباب على الزجاج، كما تتمكن من تنظيف الأسطح بصورة ذاتية وتلقائية، وهذا بالإضافة للخصائص البيئية المتمثلة في مساعدة مواد البناء في تقليل من كميات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في البيئة، وبالتالي محافظة على سلامة النظام في التشييد. تقنيات مواد النانو في التشييد، عندنا مثلا تقنية النانو في الخرسانة، فكرة استخدام تقنية النانو في مونة الأسمنت تكمن في استخدام مواد نانوية ذات حبيبات مقاساتها نانوية مختلفة التركيب، مثل السيليكا النانوية المدخنة وبخرة السيليكا النانوية والميتاكاولين النانو وألياف الكربون بأقطار النانوية والأخوة. يتم ذلك من خلال استبدال نسبة الأسمنت الموجودة في الخرسانة بنسب من تلك المواد النانوية، فيما عدا الألياف فيتعوض كنسب حجمية من حجم الخلطة الكلية. وقياس مدى تأثير هذه الاستبدال على الخصائص الميكانيكية للخرسانة الطرية والمتصلبة مثل الهطول وقابلية التشغيل ومقاومة الخرسانة للضغط الشد والانكسار والتآكل وغيرها من خصائص الخرسانة. وبعد دراسة كل التغيرات وإيجاد أفضل نسبة من هذه المضافات المواد النووية، يتم مزج النسب المثلى بخلطة واحدة ودراسة تأثير العمر على الخصائص الميكانيكية. التأثير على المنتج المعماري، الحصول على مونة عاليات الأداء، حزات الطلب حول إنتاج المونة عاليات الأداء في العقود الأخيرة لما تلقى به من المتطلبات الإنشائية المعاصرة. بالنسبة لتقنية النانو تكنولوجي في مواد التشطيبات والدهانات، تعمل أنظمة دهانات النانو وبسبب
خواصها الفريدة على الحد من تراكم والتصاق الغبار والملوثات على الأسطح الخارجية للمباني، وكذلك العمل كمواد مضادة للرطوبة والحرارة والتأكسد والتشقق والأشعة فوق المسجية والتغير المستمر في درجات الحرارة والتقليل من نسبة ما يعرف من مجال البناء بالترسبات أو التكليسات أو الطفح التكليسي، وبالتالي يتكيف المبنى مع الظروف المناخية المتغيرة. يتكيف المبنى مع الظروف المناخية المتغيرة، الأمر الذي يطيل عمر المباني والأسطح باستخدام دهانات ذات تكلفة أقل وجودة أعلى من أنواع الدهانات الأخرى. تقنية مواد النانو البيئية، عند دمج تكنولوجيا النانو مع المواد التي تهدف لإنتاج مباني صديقة للبيئة وذات فاعلية عالية في خفض استهلاك الطاقة والمياه، كذلك مواد مضادة للرطوبة والحرارة والتأكسد والأشعة فوق البنفسجية، ومقاومة التغير في الألوان ومقاومة التكليسات، مما يجعل المبنى يتكيف مع البيئة المناخية المحيطة، وجعل المبنى قادر على التكيف من الظروف المناخية وبالتالي يضيف من عمر المبنى. تقنية مواد النانو البيئية، استخدام الزجاج في منزل شاطئ من تصميم مالكوم كارفور والذي يظهر تحيز الضوء. مواد التنظيف الذاتي والمواد سهلة التنظيف، عادة ما تتحقق التنظيف الذاتي للزجاج في طلاء المادة بسمك على القياس النانو الذي له خصائص تحفيز الضوء وجاذبية الماء. المصدر تطور تقنيات تشييد المشروعات في عصر المعلومات وأثرها على المنتج المعماري. ده مصدر الجدول ده. طيب، تعريف المباني المستدامة، المباني بيتم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بأساليب وتقنيات متطورة تسهم في تقليل الأثر البيئي، في نفس الوقت تقود إلى تخفيض التكلفة، وعلى وجه الخصوص تكاليف تشغيل والصيانة، كما أنها تسهم في توفير بيئة عمرانية آمنة ومريحة. النانو تكنولوجيا والمنازل الذكية، المنازل الذكية ما هي إلا عمارة خضراء ومستدامة مضاف إليها تكنولوجيا تتحكم عن بعد، بحيث يتم الطلاء في السيارة والتلفزيون والرد على التليفون، بحيث يتم التواصل أنواع من الطلاء ضد الحريق، وطلاء آخر تطلب به المنازل فيحولها إلى مكيفة باستخدام تكنولوجيا النانو، وهذا يعد ثورة في عالم البناء، ستتحول المباني التقليدية إلى مباني متطورة وبأقل تكاليف. إحنا من ضمن الحاجات اللي إحنا بنعملها إن إحنا بنشوف المادة الجديدة خصائصها إيه، وبنعمل محاكاة ليها، وبنبدأ نشوف فرقت معانا قد إيه، تمام؟ فده مثلا جهاز عرضوي لإرسال المعلومات إلى بايو نانو روبوتس، ونبدأ نشوف التقارير، وإن شاء الله يبقى فيه إمكانية إن إحنا نطبعها باستخدام طباعات ثلاثية الأبعاد. المخاطر، يمكن تسجيل مكان وجود المواد النانوية إذا كان المصممون والمتخصصون قد نصوا على أنهم يحتاجون إلى منتجات تحتوي على جسيمات متناهية الصغر، لا سيما إذا كانت هذه الألياف أو غيرها من الـ HERNS، فيجب عليهم تسجيل طبيعة ومواد المواد النانوية. يمكن تسجيل هذه المعلومات في ملف CDM للصحة والسلامة أو في البيم، يعني أنا عايزين نخزن كل المعلومات، المواد دي موجودة فين، بحيث لو في أضرار أو في أي حاجة نقدر نسيطر عليها في الملف بتاع الصحة والسلامة، بحيث إن إحنا لو في أي غبار أو كده نقدر نتحكم فيه. ودي أهم المراجع، تطور تقنية تشديد المشروعات، إعداد المهندسة رشا بدير عبد الحميد السكري، معيدة بقسم عمارة كلية هندسة جامعة الأزهر، النانو مواد والتقنيات والتصميم مقدمة للمهندسين المعماريين، المهندسة حنان سليمان، تصميم مستدام باستخدام تقنية نموذج معلومة البناء.